السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الكاتبة هنادي أمين. يشرفني وجودي معكم اليوم في برنامج بلاك كوفي في استضافة الأخت العزيزة رحاب لأجيب على أسئلتها الجميلة للتعريف بنفسي وبروايتي. اسمحوا لي أن أعرف بنفسي أولا. اسمي هنادي أمين، زوجة وأم، حاصلة على ماجستير في اللغة العربية، أعمل في التدقيق اللغوي عن بعد. صدرت لي مؤخرا رواية معزوفة الأغصان عن مركز الأدب العربي للنشر. أول سؤال موجه لي من قبل الأخت رحاب هو: متى قررت الانتقال من عالم القراءة إلى عالم الكتابة؟ كانت أول تجربة كتابية لي قبل 7 أعوام تقريبا. هل من موقف ما دفعك للكتابة؟ لم يكن موقف محدد، إنما حثني صوت أو نداء بشكل مفاجئ على كتابة مذكراتي، فبدأت على الفور بتدوين قصص ومواقف مررت بها في طفولتي، لكن للأسف لم أتم كتابتها إلى الآن، لأني وفي تلك الأثناء راودتني فكرة كتابة رواية، وبالفعل كتبت عدة فصول منها. وقبل أن أتمها أيضا راودتني فكرة رواية أخرى فانتقلت لكتابتها، ولله الحمد أتممتها وأسميتها معزوفة الأغصان. كاتب أو كتاب غير حياتك. كتاب Who Moved My Cheese، أو من حرك قطعة الجبن الخاصة بي، لسبنسر جونسون وكينغ بلانشر. فقد قرأت في فترة في حياتي جنحت فيها إلى الخمول والركود بعض الشيء، وقدم لي هذا الكتاب الحافز للمواصلة والسعي. ماذا أضافت القراءة إلى حياتك؟ طبعا ساعة الخيال ممكن، وتوسيع الآفاق، كسب معلومات، التعرف على التراث، ثقافات مختلفة، أيضا متابعة الجديد. طبعا في النهاية تمثل القراءة وسيلة للترفيه النافع والمفيد. ما هي رسالتك في الحياة؟ أتمسك بلغة العربية، لغتي الحبيبة، وأحلم بيوم يأتي يدرك فيه جميع أبنائها قيمتها ويتذوقون جمالها، عساه يكون قريبا. هل أنت من عشاق القهوة؟ طبعا القهوة رمز الكرم والضيافة، رائحتها بجميع أصنافها تبعث في نفسي ذكريات جميلة، اللقاءات المحببة، لكن للأسف أنا من محبي الشاي أكثر. لا تزعلي رحاب. كتاب تنصحين بقراءته؟ في المجمل أحب قراءة الروايات التاريخية، ما فيها يعني فيها معلومات ووقائع وأحداث شخصيات حقيقية في أزمنة حدثت بالفعل، وتكون مقدمة في صورة روائية شيقة، يعني تثبت المعلومات ممكن نكون عرفناها يعني منذ الطفولة منذ الدراسة، لكن تقديمها في شكل قصصي وروائي يثبتها أكثر في الذاكرة. أنصح على وجه الخصوص بقراءة ثلاثية فرسان وكهنة للدكتور منذر قباني، خصوصا لمحبي الخيال العلمي وقضايا السفر عبر الزمن. أحداث الرواية مزيج من أو الروايات الثلاث مزيج من التاريخ والفيزياء، مقدم في قالب روائي شيق، استمتعت بقراءتها جدا. ما الذي تودين إيصاله من خلال إصدارك؟ إصداري رواية كما ذكرت بعنوان معزوفة الأغصان عن مركز الأدب العربي للنشر. هي رواية اجتماعية، بطلتها نجوى تمر في حياتها بظروف قاسية فتؤدي بها إلى أن تفرض على نفسها عزلة قاتمة. تتقاطع حياتها مع بطل الرواية أيمن الذي يقتحم عالمها بقوة لغرض في نفسه، فيترك في طريقها أثرا بالغا قد يقودها إلى الخلاص وقد يلقي بها إلى مشارف التهلكة. وهنا يتدخل شقيقها فراس بنية حسنة، لكنه يزيد الأمور تعقيدا. تتتابع المجريات وتتشابك الأحداث وتنكشف كراسة مخفية تخبئ أسرار قديمة تفضح خفايا جريمة نكراء بشعة. تبعات تزيد نجوى عزلة حتى تستشعر أجراس الخطر وتدرك بأنها تلقي بنفسها في الهاوية، فتسعى إلى الخروج من عزلتها وتبحث عن فرصة في الحياة، تضطر في سبيل ذلك إلى مواجهة نفسها وخوض رحلة في أعماق ذاتها علها تنجح في رسم طريق الخلاص. هذا كان ملخص الرواية. بالنسبة للرسالة التي أود
أود إيصالها من خلالها هي أن الإنسان في سعيه لتحقيق حلمه عليه أن يتصالح مع ذاته أولاً، أن يفهم أسرار قوته ومواطن ضعفه، أن يتقبل نفسه كما هي، ثم يسعى للبحث فيما حوله ويحاول اقتناص الفرص المتاحة. عليه أن يقبل جميع المساعدات المطروحة ويستغلها، عندها سيتمكن من النجاح وتحقيق أهدافه بمشيئة الله. الرواية متوفرة في جميع فروع مكتبات جرير، وستكون بمشيئة الله مشاركة في معرض جدة الدولي للكتاب ضمن إصدارات مركز الأدب العربي جناح 290. أخيرا أتقدم بالشكر الجزيل للأخت رحاب على إتاحة الفرصة، كما أشكر متابعينها الكرام. سعدت بأن أحل عليكم ضيفة في هذا اللقاء، وأرجو أن تنال رواية استحسانكم وتلامس قلوبكم. نفع الله بها العباد، وفي أمان الله.